شوف اخي العزيز، اليوم يعني هاي الدوره الخامسه تختلف عن الدورات السابقه. يعني الدورات السابقه كانت زعامات الكتل السياسيه يعني ماسكه الامور بقبضه من حديد، الكرديه او الشيعيه، لكن هاي الدوره شفناها بدءا من انتخاب رئيس الجمهوريه وشفنا الانقسامات اللي صارت، وكذلك بالنسبه لرئاسه البرلمان وشفنا الاطار شلون منقسم. اخي اليوم احنا يعني ما كان اللوم كله على السنه وعلى المكون وعلى التقدم حتى على شركائنا للاخرين. اليوم اكو هناك صراع شيعي خفي غير ظاهر للعيان، لكن كسياسيين وكقريبين من المشهد السياسي وين هذا؟ وين؟ وين حجم الصراع الشيعي الشيعي اللي هو وين؟ وين؟ شنو علاقته دكتور؟ دكتور سعود، هذا الصراع الشيعي الشيعي شنو علاقته برئاسه البرلمان؟ انقسام اخي، لو كان الاطار موحد لحسب الموضوع لا ذهب باتجاه انتخاب مثلا محمود المشداني لحسم الامر، ما ممكن باتجاه سالم مطر لحسم الامر، ما ممكن ما ممكن، راح يصير تدخل باتجاه اخر على خلاف ما يريده قيادات الكتل في الاطار. وهذا ما لاحظناه وما شاهدناه وما التمسناه يعني. الصراع الخفي والصراع الموجود داخل هذه الكتل الكبيرة أيضا انعكس سلما على حسم هذا الموضوع، حسم هذه القضية.